استعدادا لاستقبال عام جديد، تلتقي الأضواء بالموسيقى وكذلك الحاضر بالتاريخ في أجواء تفاعلية جعلت من الساحة الكبيرة في عاصمة الاتحاد الأوروبي منطقة جذب يأمها السواح والزائرون في نهاية كل عام، كي يصافحوا بمشاعرهم طقوس أعياد الميلاد برفقة الأمل في قادم أجمل. It's really beautiful. It's just fun to come out and celebrate the holiday and the season, and it's great. I really enjoy it. Je vous souhaite la plus belle des années qui existent et que tout ce que vous voulez devienne réalité. وعلى طول كيلومترين تمتد أكشاك صغيرة تعرض قطعا فنية وهدايا ووجبات تقليدية تعبر عن خلفيات ثقافية وحضارية متنوعة، وكأنه موعد تتنافس فيه دول الاتجاهات الأربع كي تتباهى بموروث لا يزال موضع تقدير. Je trouve qu'il est très fréquenté en fait, hein, il y a beaucoup de monde qui passe et donc c'est très intéressant, les gens s'arrêtent, discutent, posent des questions. الاحتفاء يعد مناسبة يلتقي فيها الشبان بأقرانهم كي يكتشفوا عوالم أخرى. فهنا يستمع الحاضرون للغات ويشاهدون عادات بعدد أعراق الزائرين. أما الأطفال فقد صممت لهم ألعاب تخاطب اهتماماتهم لتعيش العائلات لحظات دافئة حتى في ظل برد قارس. وبين هذا وذاك من تعتمله مشاعر متناقضة كهذه العائلة السورية. هو جو كتير حلو يعني، ونتمنى يكون هذا الشيء ببلادنا العربية وخاصة بهالوقت. الأطفال اللي عم تموت النايمة بالشوارع، ونحن عم نشوف الأجواء هون، فشيء محزن كتير كتير. حابة يكون في بلدي كمان الفرح والسلام، لأنه معروفة سوريا خصوصا هلا بمدينة معلولة، مدينة سيدنا المسيح اللي منها انطلق السلام. بتمنى إن شاء الله يكون كمان يحل السلام على بلدنا وعلى مدينة حلب بالذات، لأنه كتير صار أوضاع صعبة. المنظمون اعتمدوا هذا العام آلية للتوفير في استهلاك الطاقة مع الحفاظ على جمالية الإضاءة، ليبقى النموذج البلجيكي واحدا من أجمل وأشهر أسواق تنتشر في الدول الأوروبية كتقليد يبدأ مع الشهر الأخير من كل عام وحتى الأسبوع الأول من يناير، إرث تعود جذوره إلى القرون الوسطى. جل ما يعرض هنا هو من صناعات تقليدية ويدوية، وكأنها فلسفة تقول بأن متعة التسوق لا تنحصر فقط في منتجات وجديد هذا العصر، وإنما للماضي وتراثه ما يميزهما فيضيف نكهة على أعياد تعد امتدادا لماض قيل بأنه كان جميلا. سلام عطل، الغد العربي، بروكسل.